الحق والإيمان، فتفقهوا في جرات الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأسعد الله أيامكم بهذه الليلة العظيمة المباركة، ألا وهي ولادة سيدتنا ومولاتنا السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام. فنسأل من الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لزيارة قبرها الشريف ويرزقنا شفاعتها في الدنيا والآخرة. طبعا مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم هداية السائل الأسبوعي، ومع ضيفي الدائم سماحة العلامة السيد ظافر الفياض الأستاذ في حوزة كربلاء المقدسة، فنرحب به سوية. حياكم الله سيدنا وأهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله سيدنا. وأسعد الله أيامكم سيدنا. أسعد الله أيامكم سيدنا، يحفظكم الله. سماحة السيد، من الأسئلة التي وردت إلى برنامج هداية السائل، من هذه الأسئلة المهمة، منها بخصوص أخذ الإرث ضمن السياق القانوني وليس ضمن السياق الشرعي، فكيف للمكلف أن يتعامل مثل هذه الموارد التي تصادفنا في حياتنا اليومية؟ طبعا بلي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. فيما تفضلت به من السؤال حول أخذ الإرث، بحسب القانون لا بحسب الشريعة. طبعا إذا كان القانون والشريعة متساويان، يعني المقصود بالتساوي هو أنه ما يقوله الشرع أيضا يقول به القانون، فلا بأس أن يكون التقسيم مثلا من خلال القانون. ليش؟ لأن المؤدى واحد، لا فرق ولا خلاف بين الحصص مثلا من يرث المال، ماكو خلاف بيناتهم، بين أن يأخذ المسألة الإرث بحسب القانون أو يأخذه بحسب الشرع. نعم، إذا كان مخالفا، يعني القانون يخالف الشرع في التقسيم، أو أنه يعتمد تقسيما غير مذهب الشيعة الإمامية الجعفرية، حينئذ لا يجوز أن يؤخذ المال بحسب القانون، يعني بحسب هذا القانون الذي مصدره غير التشريع الإسلامي. بلي، أحسنتم. كذلك سماحة السيد، من الأسئلة التي وردت أيضا بخصوص حجر العقيق الذي يوضع تحت لسان الميت، هذا التصرف يقال أنه هذه من المستحبات، هل هناك دليل شرعي أو رواية تنص على هذا المستحب؟ بلي، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، أنا أتذكر أكو رواية في هذا الشأن، ولكن الآن مو في بالي هذه الرواية، لكن يكفينا عمل المتشرعة، يعني الناس المتدينين أهل الشرع العلماء يفعلون ذلك، وما يفعلونه إلا وعندهم مستندا لهذا الفعل، إما أن يكون مستندهم شرعي، وإما أن يكون مستندهم مثلا عمل العقلاء، عمل المتشرعة، عمل المتدينين، وهم يأخذون أيضا يعني بما يفعلون، يعني يأخذون عن من كابر لكابر، من أب إلى جد، يشوفون كل الناس يفعلون ذلك، أيضا هم يفعلون مثلهم. من بما أن الأمر مستحب والمستحب أمره واسع فيمكن الأخذ به، هذا من باب التسامح في أدلة السنن. نعم، أحسنتم. بخصوص المستحبات الميت، يعني إذا تحضرك يعني في بالك، هل هناك مستحبات أخرى؟
الكثير. نعم كثير هناك من المستحبات والموجودة عند المتدينين يفعلونها، وهي لا أصل لها، يعني مجرد أنه إما نقلت شفاها من المتدينين جيل بعد جيل، أو مثلا في رواية معينة مذكورة ولكن الرواية فقدت، فهذا ممكن جدا. لكن نقدر إحنا نعرف أنه هذا المستحب يعني صحيح أو مصحيح، القياس يكون هو عمل المتدينين، عمل المتشرعة. أحسنتم. كذلك من الأسئلة التي أحد الأخوة يسأل جناب، يقول أخذ القرطاسية من هذا، طبعا السؤال هو في السلك الحكومي وفي الدوائر الحكومية. تعرف سماحة السيد، قبل خلينا نعطي مقدمة للسؤال حتى جنابك تكون على بينة. تعرف أنه للأسف في الآونة الأخيرة هذا العراق بلد الخيرات وبلد الأموال، للأسف وصل فد مرحلة ما قاعد يأمنون قرطاسية في الدوائر الحكومية، أو تتأخر هذه القرطاسية. عادة القرطاسية من أقلام وأوراق وطابعات أو أحبار للطابعة وإلى آخره. هنا السائل يسأل جناب يقول يابا أنه هذه تتأخر ويتأخر شغلنا، يقول ولكن بعض المراجعين الميسورين الحال المقاولين اللي هو شغلهم مباشر ويا هذا الشخص، يقول نقولهم يابا ترى أوراق ما عندنا، إذا تحب تريد يمشي شغلك جيب فد بند ورق حتى نطبع وهم نسهل أمرك ونسهل أمر الآخرين. هل هذا الطلب هو مشروع أم غير مشروع؟ مالي بسم الله الرحمن الرحيم. إذا توقف يعني تيسير أمور الناس على وجود هذه القرطاسية حتى ولو من متبرع، يجي يتبرع سواء هو أبو معاملة أو غيره، فلا بأس ولا إشكال في ذلك. يعني ما يكون انه مثلا ملزم على الموظف داعي، ما ملزم، لا هو ما ملزم، ولكن لتيسير حاله. نعم. يعني هو يشوف نفسه يقول انا خو مو ابقى والله لانه ورق ماكو او لانه حبر ماكو يتاخر مثلا، خلو اروح انا اشتري واجيبه. نعم. هذا من باب التبرع فلا باس. نعم. به. كذلك سؤال اخر سماحه السيد بخصوص بيع المنبر الحسيني، هل هو جائز؟ يعني نجار يقول يابا انه هذا نبيعه لو هم يكون تحت، ارجو المعذره على هذه يعني المداخله، ولكن على انه من الممكن انه يكون تحت عنوان الهديه مثل القران الكريم. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. نعم اذا كان المنبر قد اكتسب في قلوب الناس، يعني مو اي منبر وانما منبر معين، شلون هذا المنبر المعين؟ يعني كان يكون مثلا هناك شخص من العلماء من الفقهاء من المتدينين، أو على قولة أهل يعني أهلنا وناسنا في الجنوب يقولون واحد مثلا عند حظ وبخت قعد فد يوم من الأيام على هذا المنبر وقد وعظ الناس، فصارت للمنبر هذا بعينه، لو مو أي منبر آخر، صارت إلى قيمة. نوعا ما فد قيمة معينة. ليش؟ لأن جلس عليه مثلا فلان الفلاني مثلا من المتدينين والمعروفين من أهل الحظ والبخث مثلا إلى آخره، فصار في قلوبهم نوع تقديس لهذا المنبر أو لهذه الأخشاب بالذات وليس غيرها، وليس غيرها. حينئذ مسألة بيعه وشراؤه، نعم يقدر يأطر بإطار هدية مثلا أو لرفع اليد عنه مثلا من القبيل هذا، وإلا في ذاته هو خشب. وفي ذاته خشب وبعض المعادن الأخرى، والخشب وبعض المعادن الأخرى مو محرمة حتى لا يجوز بيعها. نعم محللة ويجوز بيعها وشراؤها، لكن إذا كانت إلى قيمة إضافية وزائدة في قلوب مثلا من يملكه، نعم يصير إلى فد جهة معنوية، حينئذ ممكن تأطيرها بإطار غير البيع والشراء، إطار الهدية مثلا. أحسنتم. سماحة السيد نطلب من جنابك توضيح بخصوص إهداء الثواب والنية طبعا، وكذلك هناك يعني نقدر نقول المورد الثالث أنه النيابة.
شنو الفرق بيناتهم هذه الثلاثتين وكذلك أيهما أفضل؟ بلي. بسم الله الرحمن الرحيم. نأتي إلى النيابة. نعم. لأنها ما لها دخل في مسألة الثواب وغيرها. زين. نخرجها من الموضوع حتى يكون الباقي مفهوم لجنابكم وللمشاهدين الكرام ولصاحب السؤال. الله يسلمك. النيابة يعني العبادات التي ينوب شخص في أدائها عن الشخص الميت، وفي بعض المستحبات عن الشخص الحي. نعم. الشخص الميت مثلا عليه بعض الواجبات التي فاتته، مثل العمرة، مثل الحج، مثل صلاة، مثل صيام. فإذا أوصى أو لم يوصي، وإنما أهله يعرفون أنه عليه فوائد، فإما يدور المسألة إما أن هم ينوبون عنه في أدائها، نعم، وإما شخص آخر بالأجرة ينوب عن هذا الميت في أداء هذه العبادات الواجبة. أحسنتم. هذه بالنسبة للواجبة. أما بالنسبة للمستحبة، المستحبة ممكن أن واحد ينوب في المستحبات عن الحي والميت، يعني حتى لو واحد إنسان حي بعده في الدنيا، نعم، عايش، ممكن أن واحد مثلا ينوب عنه بالزيارة، نعم، ينوب عنه مثلا في ركعتي الزيارة، يعني يصلي ركعتين زيارة نيابة عن فلان واللي هو بعد عدل. هذا ليش؟ لأنها مستحب. مستحب. هذه مسألة النيابة. مسألة الثواب أو النية أو إهداء الثواب. نعم. الشخص اللي مثلا هو أيضا عن الحي والميت، بعد أن يؤدي الفرض اللي عليه أو بعد أن يؤدي المسألة المستحبة اللي عليه كالصلاة وغيرها مثلا من العبادات أو الأعمال والأفعال المستحبة، مو شرط أن تكون عبادية، لربما غير عبادية. في هذه الحالة أنا أريد عملي هذا، أريد أشرك الآخرين بالثواب، أنا راح يجيني أجر وثواب، ولكن أريد أن أشرك والدي، والد والدي، جيراني، أصحابي، أصدقائي، خلاني، كلهم ذولا أريد أشركهم بالثواب، أريد أشرك الجميع. أقول مثلا شيعة أمير المؤمنين قاطبة في كل زمان أشركهم في هذا الثواب، هذا جائز ولا إشكال عليه. ونية مو الكلام مو في النية، لكن بعد أداء العمل يقول هذا عملي ثوابه مهدى إلى مثلا الإمام الحسين عليه السلام وشيعة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وآبائي وأجدادي وأخواني ومن حملني الدعاء والزيارة وإلى آخره. وكل واحد من هذه المذكور يأتيه أجرا تاما وثواب تام غير منقوص. أحسنت، بارك الله بك. ننتقل إلى أم علي من بغداد. السلام عليكم يا أم علي، حياكم الله. حياكم الله معلي. يا اهلا وسهلا، تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام للسيد. الله يسلمكم ان شاء الله، تفضلوا. الله يعزك. سؤالي للسيد، انا ناظره نذر. نعم. نذري طلبته يعني سكر ام البنين. نعم. وصار النذر، بس النذر يعني نشيل نوة صار بس ما كمل. يعني هل والنذر أنا بعد ما موصيته أوصيه يعني لو شيء والنذر تحقق لو ما تحقق؟ لا هو شيء تحقق وما صار، يعني هو صار تحقق وبعدين يعني وبعدين نقول يا فرحل ما تمت. زين، ما خرب يعني. زين. وأنا النذر بعد ما موصيته أكمل النذر. تمام تمام تمام، خدمتك. شكرا. الله يسلمك يا معالي، حياكم الله. وعن سماحة السيد مثل ما سمعت سؤالها كان سؤال واضح. وكذلك ننتقل إلى الديوانية مع أبو مصطفى. السلام عليكم يا أبو مصطفى. السلام عليكم مولانا، شلونك؟ الله يسلمكم ويحفظك. الله يحفظكم. الله بالخير. الله يحفظك، مساكم الله بالخير والعافية. سلام يا أبو مصطفى. الله يسلمك. الله يحفظكم إن شاء الله. يا حياك الله. الله يديمكم إن شاء الله ويحفظكم إن شاء الله. اللهم يعلي شانك يا حبيبي. جزاكم الله الخير سيدنا. سلام للسيد الفاضل. يحفظكم الله. الله يحفظكم إن شاء الله. اتفضلوا بسؤالكم. بسم
الله مشاركتكم الجميلة. يا حياك الله. الله يحفظكم مولانا، الله يديمكم ان شاء الله، منورين ان شاء الله. الله يسلمكم، يحفظك الله، يبارك بيك يا من مصطفى. زمان والله ما مستفصلين بيكم شويه المشاكل. مفتقديك مفتقديك يا ابو مصطفى، يحفظك. يحفظكم بعد امر، يبارك فيك، تحت امرك، تفضلوا. الجائزة يعني بعض الموظفين يفرض عليك الرشوة إلا يكمل لك المعاملة مالتك. هذا ما حكم؟ نعم بلي. جائز التدافع بالزيارة أثناء الزيارة، يعني ما حكم هذا؟ يعني يصير تدافع شوية وازدحام. هذا التدافع بقصد لو بغير قصد؟ لو مرات واحد احنا نريد نقول بس يريد ينجي نفسه لأن يكون تدافع أو مكان مزدحم يضايق يختنق كذا فهو يضطر يدافع. لا يصير بقصد، بقصد بقصد ها بقصد اي بدون مضايقات. طبعا اكو واحد للاسف يدافع هيك يعني واضح. نعم اي عندنا اكو حاجات بتبقى من الموقف، يعني هي يعني ما يجوز، يعني يعني ما نقدر نستعملها للزوار، وهاي جائز بيعها ونبتبدلها، يعني نبدلها بجديد. انت المتولي مال الموكب؟ لو ان شاء الله انا كفيل الموكب. زين انت كفيل الموكب، احسن بالضبط. اموالك لو متبرعين كانوا؟ لا 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 لا، متبرعين واموالنا. زين كان بها عنوان سيدنا، تقدر تتداخل بهذا حتى انه اذا كان بها عنوان العطاء مطروحه اكثر من مره، ولكن اي اليوم ابو مصطفى صار فتره ما متصل له يسال هذا السؤال المهم. يحفظك والله. احنا شيء يا مولانا قاعد نحضر، وهذا تدري الله يحفظكم ان شاء الله. موفقين موفقين ان شاء الله. ان شاء الله اي والله، تحت امرك. دعوه من السيد، والله عندنا حاجه ملحه. موفقين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. المهم بالنتيجه السؤال واضح ان شاء الله، انا راح اطرح هذين ثلاثه. عندك سؤال رابع ان شاء الله؟ بس سلام للسيد، الله يحفظك. الله يسلمك يا ابو مصطفى، اهلا وسهلا ومبارك فيك. الله يسلمك. طبعا سماحة السيد، نرجع إلى سؤال أم علي من بغداد، أشارت إلى موضوع النذر، ناظر النذر والشغلة الرايدتها صارت ومن ثم خربت، تقول هسه أوفي بالنذر لو ما أوفي بالنذر؟ مالي بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان النذر بالصورة بصيغة شرعية نعم، فإنه انعقد حينئذ، وإذا انعقد يجب الإيفاء بالنذير. ما له علاقة إذا استمر؟ لا مستمر. ما له علاقة. كذلك أبو مصطفى من الديوانية يسأل جنابك بخصوص السؤال المهم جدا بخصوص التدافع في أوقات الزيارة. سيدنا بعض الناس تدافع لأجل يعني شلون خلينا نقول يختنق من شدة الازدحام، فهو يريد يشتمله هواء، جرة هواء أو شمة هواء، فيضطر بالتدافع. هذا واحد. بعض الأحيان لا، هو داخل للأسف ما أعرف وفق مزاجية كذا دافع، هو داخل ليدافع أو بقصد. أنا ما حكم هذا التدافع. بلي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا أمر يحدث خصوصا في الزيارات الكبيرة، في المناسبات الكبيرة التي يعني ممكن أن تقام في كربلاء أو في أي مكان آخر، يحدث مثل هذا الاجتماع الكثيف والتدافع. التدافع إذا كان يؤدي إلى مضرة الغير وهو يعلم أنه قد يؤدي إلى مضرة الغير، فلا يجوز له يعني لأي شخص أن يقوم بالتدافع أو دفع الناس أو إرباكهم في المشي أو جعل أي خلل في نظامهم أثناء السير أو أثناء الدخول في أي ضريح. يعني من يجي مسؤول ويا الموكب مالته ويدفع بالزوار، هذا غير جائز. وتصور هو أنه هو جاي بعد بنية الزيارة. بلي إذا نعم أكو تدافع ربما ما مقصود هذا الزوار، يعني هم لأنه حبهم للإمام يريدون يوصلون للشباك، عندهم فد غرض معين، ما مقصود. أو أكو ناس ما جاي قاصد للتدافع. سيدنا أكو ناس تحس أن الزيارة ما مقبولة إلا يوصل إلا اللي يوصل للشباك. نعم أكو هيك شيء موجودة، هذا في أذهان الناس في اعتقاداتهم. مع العلم أنه إذا وصل إلى أي منطقة قريبة من الضريح بإمكانه أن يؤدي الزيارة وهو ينظر إلى الضريح، مو شرط أنه لازم يكون يعني يمسك الشباك أو الحديد الموجود على الضريح. كلامنا مو هنا، كلامنا في مسألة التدافع. هذا إذا كنت أنا مثلا أعلم جيدا أنه إذا تدافعت أو خليت الناس يضطرون إلى أن يتدافعوا هذا غير جائز. ليش؟
لمعلومية المضرة من ذلك. أكو ناس راح تختنق، أكو ناس راح توقع، أكو ناس يعني لربما يؤدي ذلك إلى الموت القتل. ففي هذه الحالة أولا حرمة للتدافع راح يصير، ثانيا دية عليه لأنه سبب في إزهاق روح بعض الناس. كذلك السؤال الثاني بخصوص أكو بعض الغراض، كونه أبو مصطفى هو كفيل الموكب. بل زين، أكو بعض الغراض بعد ما يقدر يستفاد من عدها، يعني ما تخدم الزوار. إذا كان هو المتولي فبإمكان أن يبيعها وشراء ما يكون مقابل هذا اللي باعه، يعني إما مثلا على سبيل المثال قدر كبير مثلا يطبخ به تمن أو يطبخ خيمة أو غيره. إذا هو مثلا قديم متهالك أو لا مو قديم وإنما انتفت الحاجة من عنده. لا هسه حاليا المواكب هذه الفترة سيدنا البعض منهم اللي احنا من معارفنا وأصدقائنا احتياجات الموكب الشوايات كلها قام يبيع. حتى شو يسوي؟ لأن تدري احنا مقبلين على صيف، حتى يجيب برادات ضخمة ويترسها ماي ومرطبات وكذا. بلي يعني يغير. إذا كان هو المتولي نعم بإمكانه هو أن يقوم بهذا التغيير، يعني أن يبيع شيء ويجيب شيء ثاني بمقابلة. أما إذا كان هو مو متولي فلا يجوز له ذلك. أحسنتم. السؤال الثالث وكذلك مهم، يقول بخصوص بعض الموظفين يعرقل المعاملة، ما يمشي المعاملة، يشلع قلبه للمراجع بحيث المراجع يجي شيء يقول له إذا تريد هاي هديتك أنا أعطيك إياها وخارج الدوام بس مشيل شغلتي. هذا غير جائز. زين، لا يجوز له فعل ذلك أولا، بل لربما تصل المسألة إلى الحرمة. نعم. يعني يحرم عليه تعذيب الغير، هذا نوع من التعذيب هذه أولا، ثانيا عرقل لمصالح الناس هذا. نعم. ثانيا إضافة إلى أنه لا يؤدي عمله وهذه مخالفة شرعية. بل أحسنتم. زين، يقال أنه هذه رشوة أو يكون مصداق للرشوة؟ طبعا الرشوة أنا ذكرتها في أكثر من مناسبة، في أكثر من حلقة أيضا. عندنا إحنا رشوة بالمعنى العام وعندنا رشوة بالمعنى الخاص. واضح. الرشوة بالمعنى الخاص يعني المذكورة في الفقه هو أخذ الرشا على الحكم، يعني القاضي يجون يعطوا رشوة وهو يحكم على أساس هاي الرشوة سواء كان عدلا أو ظلما. يعني سواء أنه هذا اللي أخذه كان عن حكم قد نطق به عدلا أو كان ظلما على حد سواء. زين. أخذ مال لأجل الحكم، منتبه المسألة. نعم. قد يعني يقول قائل ليش هو حكم بالعدل بعد، فهاي تعتبر هدية، إلا أنها في الشرع تعتبر أيضا رشوة ولا يجوز أخذها وتعتبر من المال الحرام الذي لا يجوز أكله أو الاكتساب به. هذه الرشوة بالمعنى الخاص الفقهي. أكو عندنا رشوة بالمعنى العام، يعني كل واحد إذا أنا أنطيه فلوس حتى يسهل لي أمري. مثلا هو موظف بفلان كذا، أنا مو شرط فلوس، مثلا أجيب له أكلة مثلا، أو أجيب له شربة ماء مثلا، أو أجيب له فد شيء يعني يفرح به، ولأجل ذلك هو يمشي لي شغلي. هذه يسموها رشوة بالمعنى العام. ولكن إذا مثلا كانت الشغلة أصولية تماما تمام، بس نعم. أنا أريد أكرم هذا الموظف، طلع وياي مثلا الظهر بذاك الحار ذاك التعب، يعني معاناة مسافة بعيدة راح كشف. وإحنا أيضا هم طبيعتنا يعني نكرم الناس. إحنا زين. سواء أدانا عمل أو ما أدانا عمل إحنا نكرمه. زين. مو صحيح لو لا. ما من الممكن. اللي يكون بالمعنى العام هذا جائز في بعض أحواله، جائز. نعم. وفي بعض الأحوال الأخرى كان يكون موظف ويأخذ راتب على أداء عمله. زين. هذا تعطي هدية من شنو؟ زين. ليش هو؟ ده بعض يأخذ أجرة من الدولة أو من المسؤول اللي أجره ويأخذ مقابل ذلك، بس أنا أنطيه هدية على شنو؟ فهذا يكون غير جائز. أحسنتم. شكرا لكم سماحة السيد ظافر الفياض الأستاذ في حوزة كربلاء المقدسة، موفق إن شاء الله. سيدنا. الله يخليك. الله يسلمكم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة، وإن شاء الله نلتقيكم بالحلقات القادمة. آخر دعوانا اللهم عاجل وليك الفرج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.
شكرا لك. الحق والإيمان فتفقهوا في جرات الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن.